والسلام عليكم عليكم السلام عثمان كيف جاكم عجيبة يا سيد خواتي اش غادي نقول لكم هذاك الفيديو اللي عدلت نسى بعد نسى ما عجبهمشي قال لك وده ما كانت كتعجن ما كتصبن محكمة الأسرة أو لا صيفطا الدر ديال باباها أو لا ديال ماماها ولكن اليوم هاد الفيديو هذا كونترا الرجال أختي إذا كنتي غتزوج وما خدام هذاك الراجل أو لا هذاك العزري ما خدام ما ردام وغيسكنك مع يماه اختي وداد ديتي ديك الحاسقه ما خدام ما ردام وعايسكنك مع يماه راه غيتشفن تفواك غدا يتشفن تفواك وتجي يماك وتنوض الحرب العالميه الثانيه لهذا كنقول لك اختي ما عندوش الفلوس ما خدامش وغيسكنك مع يماه ابقى في الدار ديال يماك ابقى دايرة احسن لك احسن ما يعمرك بالعيال عاود يصيفطك عند يمك او الله يصيفطك محكمة الاسرة الرجال العزالة المراهقين ما تكونوا كتهضروا على شي وحدة مع شي وحدة كتمثلوا عليها الحب واخا الحب ماشي احرام الحب هلال ولكن على الصحاب كاملين كيتفرجوا على الاوديوس وكثروا اذا كانت كتهضر ابل فيديو العينات تسولوا ابل فيديو ماشي مزيان كيقول عقلك كيتفرج هو بوحدو كيتفرج هو والربعه ديال صحابو كلشي كيتفرج لهذا اختي مواطنه ما تعملش ابل فيديو جيبشي ابل فيديو ماشي ديالك اظهروا لهم حتى هذاكم كلاب مسعوره وانا كقلت لك الكلاب المسعوره واحد الحاجه كما كتعمل هيداك ربي ما غينساكش غدا بعدو غيكون داكشي فيك كما كنتي كتعمل لبنات الناس ربي راه ما غينساكش لهذا حذر اختي انسه القبيله ما تجوشي ما ديش الراجل حزقان دابا حنا كنعرفوكم كتفرجوا مسلسلات تركيه قبل كنا كتفرجوا مسلسلات اسبانيه ولكن ما كانش التصنع بزاف ما كانوش كيخطروا الممثل مزيون بزاف والممثله تركوس خرجوا على العائلات ديال المغرب يا خرا ما كتجبر ما تاكل هي لابسه اخر موديل تليفون اخر ماركه وبلاوي ما كيسقسوها شي من اين لك هذا ودا سقسوها تقول لهم بابا هذا من الطنوبر يا بابا هذا من المسلسل التركو يا بابا بصحتك يا بنتي بصحتك وعملوا عقلكم ودا خدمتوا هذا ما كان نساء كان رجال ما تتعيشوا مزيان وما تضحكوا على حد اذا كانت شي علاقه كون شي علاقه صادقه ما فيهاش الحمد لله الحلاق بعضنا انا كنلاحظ هذا الشيء في الرجال ولكن ما عرفتمش واش كيعيطوا لبعضهم كيقول لهم اجي تشوف ابل ميلي ابل فيديو ولكن الاخوان المراهقين راه كيعملوا ابل فيديو نعاودكم واحد القصه ولا ما احتاجش واحد مع وحدة عاملين ابل فيديو هو وراها صحابو وواحد صاحبو مشى عند خاها مي مشى عند خاها قال له عندكم الدوتشة فيها سطل زرق اي وناضت القرملة يا اخواتي وربي تمسحو ابل فيديو اما هي كانت فيها فضائح بالجملة وربي يحفظ ما غير ربي يحفظ تمسحوا ابل فيديو والله يسترنا ويستركم اخواتي الله يحفظ وصافي
انا بيديك اقول لكم الله يحفظ. تحياتي للجميع وكنبغيكم كاملين وكنتمنى تدوم النصائح ديالي. اختي داك الحسقا قدك تسكنك مع يما وهذا شي مكرصه اي عمرك بالعيال كل عام عايد ابقى في الدار ديماك حسن حسن ما در جاب الطند العيال حسن لك وتقول عثمان قايلي وحاداري وحدو راسكم راه كي لو ضل دلعي هيدا حيت اي واحد عمر بواحد الروينه المكبوتات في راسو وهذا كينتقم هذا باغي ياكل هذا كل 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 هذا ياكل هذا وهذا يضحك على هذا اخواتي رجعوا الناس مربين رجعوا بحال اللي كان قبل قبل كل شيء كان في السر تاعو ما كيجي بالخبر دابا هاد التليفونات عاملين لنا الفضيحه وتحياتي من مدينه مضيق هي ميسا كنشارج لك انت يلا كاملين عملوا هاد الشطحه ودابا بغيتو تنشطوا